بسم الله الرحمن الرحيم. حصة الرياضيات لطلبة الصف الرابع، اليوم إن شاء الله يا رابع رح نحل أسئلة أتدرب صفحة 17. طبعا أول سؤال بحكي لك جد ناتج كل مما يأتي. المسألة الأولى بدي أوجد ناتج الكسر رقم 1، الكسر 6 على 8 زائد 1 على 8. حكينا القاعدتين الرئيسيتين اللي لازم أتبعهم عند جمع الكسور أو طرحها هي كالتالي: أول شيء يجب أن نتأكد أن المقامات متشابهة، بما أنه المقامات متشابهة فبنزل المقام كما هو. الآن بنجمع البسط، 6 زائد 1 يساوي 7، فالناتج 7 أثمان. الكسر الثاني، 6 على 7 ناقص 2 على 7. الآن المقامات متشابهة فبينزل المقام كما هو، 6 ناقص 2 يساوي 4، فالناتج 4 على 7. الكسر الثالث، 3 على 9 زائد 4 على 9. المقامات متشابهة فبينزل المقام كما هو، 3 زائد 4 يساوي 7. السؤال الرابع، 4 على 7 ناقص 3 على 7. المقامات متشابهة فبينزل المقام كما هو، وبنحكي 4 ناقص 3 يساوي 1، فالناتج 7. المسألة رقم 5، 1 على 2 زائد 1 على 2، نصف زائد نصف. المقامات متشابهة فبنزل المقام كما هو، نحكي 1 زائد 1 يساوي 2، وحكينا لما يكون البسط والمقام نفس العدد هذا ينتج الناتج 1 فيساوي 1. المسألة رقم 6، 4 على 5 ناقص 2 على 5. نحكي المقامات متشابهة فبينزل المقام كما هو، 4 ناقص 2 يساوي 2 فيصبح الناتج 2 على 5. هيك بنكون حلينا الجزء الأول. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من الأسئلة. أكتب العدد المناسب في المربع، هنالك عد مفقود بدي أعرف هذا العد المفقود. رقم 7 بحكي لك 2 على 7 زائد عددين مفقودين بيساوي 5 على 7. في البداية احنا حكينا المقامات يجب ان تكون متشابهة، فالمقام هنا 7 والمقام هنا 7 فأكيد هذا المقام 7، اذا هذا هو اول عدد مفقود اللي هو 7. الان بنيجي للعدد الثاني، 2 زائد كم بعطيني 5؟ طبعا 2 زائد 3 يساوي 5، 2 زائد 3 يساوي 5، أو ممكن أحكي بحول 5 ناقص 2 يساوي 3، ممكن أحكي 5 ناقص 2 يساوي 3، أو أحكي مين الرقم اللي بضيفه للاثنين بعطيني 5 بيطلع الجواب 3، في الحالتين صحيح. المسألة رقم 8، 4 على 5 ناقص عددين مفقودات يساوي 1 على 5. الآن بما أنه المقامات متشابهة بنزل المقام كما هو فنضع العدد 5. الآن 4 ناقص كم بعطيني 1؟ الجواب 3، لأنه 4 ناقص 1 يساوي 3، 4 ناقص 1 يساوي 3. المسألة التاسع، عددين بالبداية مفقودات ناقص 1 على 9 يساوي 1 على 9. الآن بنحكي المقامات متشابهة فبيبقى المقامات كما هي 9، مين الرقم اللي بطرحه من الواحد بعطيني 1؟ الجواب 2، لأنه 2 ناقص 1 يساوي 1، بدليل إنه 1
زائد واحد يساوي اثنين. فلما يكون الأرقام، شوف لما يكون القوس صغير بنجمع، لما يكون القوس كبير بنطرح. السؤال العاشر، عدين مفقودات زائد واحد على ثمانية يساوي سبعة على ثمانية. المقامات يجب أن تكون متشابهة، فأكيد هذا المقام ثمانية. الآن مين العدد اللي بضيفه للواحد بعطيني سبعة؟ حكينا لما تكون السهم، لاحظوا السهم بين الرقمين هدول المعروفات قصير، لما يكون قصير بنجمع، فسبعة زائد واحد ثمانية. طبعا هنا في عندي جمع، لما يكون جمع بنطرح، لما يكون عندي جمع بنطرح، لما يكون عندي طرح بنجمع. سبعة ناقص واحد يساوي ستة. لما يكون، لاحظوا لما يكون في جمع والقوس قصير بنطرح، بناخذ عكس الجمع، اذا كان طرح بنحوله لجمع. فسبعة ناقص واحد يساوي ستة، بدليل انه ستة زائد واحد يساوي سبعة. اذا ما بدك تستخدم هاي الطريقة، ممكن تفكر كم بدي ازيد للواحد عشان يعطيني سبعة. نحكي واحد اثنان ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة، ضفنا له ستة، فالجواب ستة زائد واحد يساوي سبعة. ننتقل الآن إلى السؤال رقم 11. السؤال رقم 11 بحكي لك طول حرباء 5 على 10 متر، هذا طول الحرباء، وطول لسانها 8 أعشار. طول اللسان 8 أعشار، 8 أعشار. كم يزيد طول لسانها على طولها؟ طبعا ليش انا كتبت الثمانية على عشرة قبل الخمسة على عشرة؟ لانه يا رابع بحكي لك كم يزيد، ولما يكون السؤال كم يزيد شو بدي اعمل؟ بنطرح. لما يكون السؤال كم يزيد احنا بنطرح، فعشان هيك لازم نكتب العدد الاكبر ناقص العدد الاصغر. الان المقامات متشابهة، فبنزلها، ثمانية ناقص خمسة يساوي ثلاث، فيصبح الناتج ثلاث أعشار متر. السؤال رقم 12، لدى أحمد سبعة أثمان أكواب من الطحين، استعمل منها ثلاث أثمان، ما كمية الطحين المتبقية؟ كلمة المتبقية يعني بحكي لك اطرح، هاي معنى كلمة المتبقية، فرح نطرح. نحكي سبعة على ثمانية ناقص ثلاثة على ثمانية. المقامات متشابهة، فبنزل المقام كما هو، سبعة ناقص ثلاث يساوي أربعة، فالكمية المتبقية هي أربعة أثمان أكواب، يعني نصف كوب تقريبا. هاي مش تقريبا، ما هو المتبقية نصف. كيف عرفت انها نصف يا رابع؟ زي ما حكيت لكم، لانه شو نصف الثمانية؟ اربعة. فالبسط هو نصف المقام، لما يكون البسط نصف المقام هاي مسميها نصف. هيك بنكون حلينا اسئلة التدرب، يعطيكم العافية يا رابع.